نعم مشاهدينا الكرام، رحبوا ويانا بضيفنا الأستاذ دكتور مصطفى زنقنة، كاتب وأستاذ جامعي، راح يكون ويانا بحلقتنا الخاصة عن علم الكردستان بنسمات زاغروس. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا في نسمات زاغروس. شكرا جزيلا لتلفون زاغروس وشكرا لكم. أهلا وسهلا بك. طبعا يتكون العلم أو علم كردستان من ثلاثة ألوان، يتوسطها قرص الشمس حيث يشير اللون الأحمر إلى الثورة والشجاعة والقوة وأيضا العدالة، وأما الأصفر فيعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، وأما الأخضر فيشير إلى الخضار التي تتمتع بها كردستان. يعني دكتور، خلينا بالبداية نحكي على ألوان وشكل علم كردستان. يعني برأيك هل بقى محافظ على شكله اللي شلون ما تقول من البداية هو هذا الشكل وهسه همنا نفس الشكل ما متغير؟ شكرا جزيلا. طبعا أنا قبل ما أتطرق إلى الرموز المعنوية أو معنى هذه الألوان، لازم نتطرق إلى تاريخ علم كردستان، يعني شلون تم تأسيس هذا العلم. أكيد إحنا راح نحكي على هذول. طبعا أنا أول شيء أتطرق إلى تاريخ علم كردستان. طبعا هناك آراء وإثباتات بأن في سنة 1918 جلاد البدر خان هو اللي قام مع منظمة صغيرة، منظمة كردية في تركيا، بوضع علم أو خلينا نقول أبعاد لعلم وتحديد الألوان لعلم معين للشعب الكردي. طبعا هذا العلم بعدين صار به تغيير في العشرينات من القرن الماضي، لكن احنا نجي نربط هذا التاريخ بتاريخ تأسيس جمهورية كردستان أو جمهورية مهابات في سنة 1946. طبعا عندما تم تأسيس جمهورية مهابات أو جمهورية كردستان، طبعا في إذا نجي نشوفها في الحقيقة سنة في 22/1/1946 في تظاهرة جماهيرية وبشكل رسمي تم رفع العلم، هذا العلم الموجود حاليا اللي يعتبر رمز للشعب الكردي وحاليا هو رمز لكردستان. أكيد احنا راح نحكي أكثر على هذا التفاصيل دكتور. تم رفع هذا العلم، بقي هذا العلم مرفوعة تقريبا 25 يوم. في 17/2 في نفس السنة 1946، بعد يعني إسقاط جمهورية مهابات واحتلال المناطق التي أعلن فيها حكم كردستان، طبعا حكومة شاه البائدة قام بحملة عسكرية وإسقاط الدولة الكردية خلينا نقول، ونزلوا العلم بشكل في تاريخ يعني بعد 25 يوم من تاريخ رفع العلم. نعم. طيب دكتور مصطفى، العلم الأصلي اللي سلمه القاضي محمد إلى ملا مصطفى البرزاني، طبعا أنا وين موجود طبعًا هاي قضية هذا العلم؟ هاي قضية كلش مهمة، يعني مع الأسف هناك اتجاهات سياسية يقومون بتحط هذه الفكرة، لكن هي حقيقة حقيقة ساطعة ومعلومة وتاريخيا. بعد أن علم قاضي محمد، الشهيد قاضي محمد، بأن هناك خطورة على جمهورية مهابات، سلم الراية إلى القائد الروحي ملا مصطفى البارزاني. فسلمه كي يحافظ عليه، لأنه رآه بأنه الشخص المناسب، الشخص القوي والمدافع الأمين على هذا العلم وعلى حقوق الشعب الكردي، وقد يمثله أو يبقى استمرارية الثورة واستمرارية الجمهورية خلينا نقول في أي مكان في أي بقعة من كردستان من خلال ملا مصطفى البارزاني. القائد الروحي والأب الروحي للشعب الكردي. طبعا بارزاني كان هو المشارك الفعال في تأسيس جمهورية مهابات أو جمهورية كردستان في سنة 1946، وكان مركزها أو عاصمتها مهابات. صابلغ ذلك كان اسمه صابلغ في ذلك الوقت. طبعا السمة الرئيسية للعلم هي شعار الشمس الذهبي المتوهج في وسطها، ويحتوي قرص الشمس الخاص بالعلم على 21 شعاعا مساويا من حيث الحجم والشكل، مع وجود أشعة فردية وحيدة في الأعلى، بالإضافة إلى الأشعة الثنائية في الأسفل
الأسفل، وأيضا رقم 21 هو رقم تبجيلي، ويعد رقما مقدسا في الديانة الكردية القديمة، الديانة الزردشتية أكيد. كما أنه أيضا الرقم 21 يرمز إلى يوم 21 آذار، وهو يوم عيد نوروز، والذي يعتبر العيد القومي للكرد أو عيد رأس السنة الكردية. وهسه عندنا مباشر أربيل راح يكون عن نفس الموضوع، العلم الكردستاني. راح ناخذ مراسلتنا زينب، راح تكون ويانا بشكل مباشر. زينب صباح الخير، تفضلي إذا كنت تسمعينا. صباح الخير زينب. اليوم 17 من ديسمبر كانون الأول يوم العلم الكردستاني، وتحتفل به المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان بإجراء العديد من النشاطات والفعاليات، ويحتفل بيوم العلم نسبة إلى اليوم الذي رفع فيه العلم الكردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة بهابات، تزامنا مع إعلان ولادة جمهورية كردستان عام 1946. وأعلنت حكومة الإقليم عام 2009 يوم 17 ديسمبر كانون الأول من كل عام يوم علم كردستان. وبهذه المناسبة ينضم إلينا الأستاذ نبس قائم مقام مدينة أربيل. تحية طيبة أستاذ، كل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بألف خير. طبعا نبارك هذه الذكرى الكبيرة على جميع أبناء شعبنا الكردي، وأيضا إلى عوائل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل رفع هذا العلم. ولا ننسى أنه في عام 1999 في نفس هذا اليوم 17 من شهر 12 صدر قانون برفع وتقدير هذا العلم، علم كردستان، من برلمان كردستان. ومنذ ذلك التاريخ ولحد هذا اليوم هناك إحياء لهذه الذكرى في كل موسم في كل سنة، وأيضا هناك فعاليات ومهرجانات تقام بهذه المناسبة. ونحن في هذا اليوم في محافظة أربيل وفي داخل مدينة أربيل قمنا بإحياء هذه الذكرى بحضور جمع غفير من المواطنين، وأيضا بحضور عدد من مدراء الدوائر ومسؤولي الدوائر في مدينة أربيل. وفي كل المجالات أو في كل المستويات تقام فعاليات في هذا اليوم على مستوى رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم أيضا في جميع كردستان. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للجميع، وكل عام والجميع بألف خير. ونعود إلى الاستوديو مع الزملاء. زينب شكرا جزيلا لك. وأكيد مشاهدينا الكرام نحن نرجع نكمل في حوارنا مع دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، من هو الشخص أو الفنان اللي قام بتصميم علم كردستان؟ طبعا أول من قام بخياطة العلم علم كردستان هي الأميرة فاطمة الحسيني. في كردستان إيران هي اللي قامت بخياطة علم كردستان، وهي الأميرة فاطمة الحسيني. طبعا قبل ما طبعا يبين هاي تم تكليفة من القاضي محمد أو من قيادة الحركة الكردية في إيران أو المؤسسين لجمهورية مهابات، هي التي حاكت أو خيطت هذا العلم. جميل. طيب بعد انهيار جمهورية مهابات، يمتى كانت أول مرة انرفع به علم كردستان إذا كان داخليا أو خارجيا المناسبة؟ طبعا احنا بعد الانتفاضة وبعد هزيمة حزب البعث وصدام حسين أمام الغضب الجماهيري للشعب الكردي، وتم تأسيس برلمان كردستان، ففي 11/11/1999 وحسب قرار رقم 4 اعتبر هذا العلم هو العلم الرسمي لإقليم كردستان، وهو الذي يرمز إلى الشعب الكردي وإلى كردستان. طبعا هذا القرار بقي إلى سنة 2009، وبقرار رقم 48 من مجلس الوزراء بأن اعتبر يوم 17/2 من 12 من كل شهر من كل سنة بأنه اليوم الرسمي لرفع العلم الكردي.
طيب. طيب دكتور مصطفى، يعني برأيك ليش هذا الاهتمام الكبير بقطعة قماش ترفرف على سارية علم كتحليل برأيك؟ طبعا في الحقيقة يعني العلم إذا كان مصنوع من ورق، إذا كان مصنوع من قماش، أو إذا كان مصنوع من خشب أو أي مادة أخرى، وحسب الترتيب المقرر من قبل الجهات المختصة، طبعا الدولة هي اللي تقوم بوضع العلم وتخطيط العلم وتحديد أبعاد العلم وتحديد ألوان العلم والرموز التي توضع على في هذا العلم. لكن العلم عندما يجي ياخذ هذا الشكل ما راح يكون قطعه قماش، وما راح يكون ورق بسيط ولا مثلا خشب معين، وانما هو الرمز لشعب او لوطن. مرات طبعا اذا احنا نجي من يكون رمز اذا يحمل معاني ويحمل احساس ويحمل تاريخ. مثلا الإهانة بأي علم لأي وطن معناته إهانة لذلك الشعب ولذلك الوطن ولحدود ذلك الوطن. فإذا عندما تكون هناك الرمز إذا تكون هناك معنى، الرمز يكون إلى معنى ولا يكون إلى قيمة ويكون إلى فيه إحساس للشعب. مثلا أنت من تجي تثير موضوع علم معين وتسيل علم معين تشوف الشخص المقابل يتنرفز منك، ليش؟ لأن يحمل إحساسه ويحمل معانيها ويحمل قوة خلينا نقول ذلك البلد وإحساس ذلك الشعب. لذا العلم هو الرمز، فمن يهين العلم يهين شعبا معينا ووطنا معينا. لكن العلم لا يحمل سلاح ولا عدة قنبلة ذرية ولا عدة سكين ولا سيف، لكن من يدافع عنه هو الشعب، لأنه هو ينرمز إلى كل فرد من ذلك الشعب. لكن هنالك أشخاص في داخل كل شعوب بأن ما يحترمون علمهم، لأنه ما يعتبر نفسه منتمي إلى هذا الشعب وإلى هذا الوطن. لكن اللي بيذر من الغيرة وذر من الإنسانية ونوع من الانتماء فيحافظ على العلم ولا يسيء إلى علم وطنه أو إلى علم وطن أي شعب آخر. طبعا العلم يعتبر رمز للوطن. طيب إذا احنا رجعنا دكتور بالتاريخ شوية اللي وراء، وحسب المعلومات اللي عندك متى رفعت أول مرة بتاريخ البشرية العلم، وليش أصبحت بهذه الأهمية اللي هسه هي مهمة؟ هاي هناك طبعا احنا خلينا نقول اللي يدخل إلى بداية التاريخ، طبعا التاريخ مظلم، يعني احنا نعرف بأن هنالك منظمات وجروبات ومثلا مجاميع وتنظيمات، منظمات كان لهم شعارات او لوجو يحطوها، هاي رمز لهم. فمنك بدت هاي المعالم. ولعلمك ولعلمك خلينا نقول نعرف بان رؤساء الدول او خلينا نقول قيادات الحركات السياسية حتى يضيفون شيء من تاريخهم يجون يحفظون، يعني يخلون رموز. وهاي اجى منين؟ من الطمغه القبل، ماكو الختم القبل. الختم يحمل اسم الشخص او يرمز له. اذا شلون يبقي هذا الشيء، هذا التاريخ، حتى يحافظ عليه؟ بنى له ختم، سوى له ختم، وبعدين الختم ايش صار؟ صار العلم هو يرمز له او يرمز الى شعبه او الى خلينا نقول كفاحاته او بطولاته، انجازاته. فجتي من هنا، جتي من هنا من بداياته. فمثلا احنا عندنا مثلا امثله حيه في الوقت الحالي، مثلا صدام حسين ايش سوى؟ طبعا احنا نعرف العلم العراقي بالبدايه في سنه شهر الثامن من سنه 1921، نعم صحيح، بعدين كان اسود وابيض واخضر، وبعدين صار بي في 24 صار بي تغيير، في 36 صار بي 40 صار بي تغيير، في 58 صار بي تغيير، بال 60 صار بي تغيير، وبعدين في زمن صدام حسين النجمات اثنين وشالوا اثنين وصار ثلاثة وصار واحد وصار بالمثلث الاحمر، بعدين صار بالوسط. هاي الامور اللي يصير بالتغيير بالاعلام الدولة تقوم به وبقرار، اذا كان ملكية يكون في
بقرار ملكي يعني أو من الديوان الملكي. إذا كان جمهورية بقرار جمهوري، إذا كان برلماني بقرار برلماني. يعني مو كل واحد يجي يغير العلم، حتى أبعاد العلم يقرروها لازم يكون هالشكل رسمي. فأجي صدام حسين سوى بين النجمات كتب الله أكبر، كلمة الله أكبر. طبعا هاي كلمة كبيرة، ما حد يقدر يعني يمسح هاي الكلمة. ورا ما سقوا صدام حسين العراق شالوا النجمات، سوى وبقى الله أكبر، يعني ما أحد يقدر يقبل. فإذا هو إيش سوى؟ أراد يبقي رمز من رمز من ذاته على العلم العراقي بحيث ما حد يقدر يمسحها. نعم أكيد. فإذا رؤساء الدول أو الحكومات، خلينا نقول الشاهنشاهية كانت أو الجمهورية أو ملكية أو إمبراطورية أي شيء، يريد أن يضع رمز إله في 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 العالم. وهاي دول العالم موجودة، لكن في علم كردستان الحمد لله هذا الشيء ما موجود. ما موجود، يعني ما يحمل سمة شخصية هذا العلم، وإنما يحمل سمة شعب وسمة وطن. أكيد راح نتكلم عليه أكثر. أكيد ظهر العلم لأول مرة في بداية عقد العشرينيات، حيث يعتقد أن أول مرة من استعمله كان حزبا كرديا من إيران يطالب بحق تقرير المصير، وكان اسم الحزب خويبون، وهذه الكلمة تعني باللغة العربية الاستقلال. واستعمل العلم فيما بعد في كل الثورات الكردية، ثم في عام 1946 استعمل كعلم رسمي لجمهورية مهابات الكردية في إيران، والتي استمرت لأحد عشر شهرا. وأكيد مشاهدينا الكرام راح تكون زميلتنا زفين حسين معنا من شقلاوة مباشرة. زفين نعم. صباح الخير، إذا تسمعين صوتنا تفضلي. مرحبا هندرين. مرحبا هندرين. نعم زفين، يسعد صباحك. طيبة بالبداية، تحية طيبة لك هندرين أولى أجين بالاستديو. طبعا أنا بتواجد اليوم بالبداية أحب أهني الأمة الكردية بمناسبة هذا اليوم العظيم، الأمة اللي لطالما اجتهدت وعملت حتى يضل وقاتلت طبعا حتى يضل هذا العلم مرفوع. نحن اليوم بشقلاوة يقام مراسيم أكبر علم في أقليم كردستان. طبعا هاي هي المراسيم هلأ. طبعا المراسيم حضرها عدد كبير من الطلبة وعدد كبير جدا من مواطني شقلاوة. طبعا مثل ما تشوفون هلأ المراسيم جارية، وأكو هسع بعض الطلبة دا يمثلون مشهد مسرحي. طبعا هاي الأغاني، هاي الأغاني أو هاي المسرحية دا تمثل إنه أكو أحد الأطفال كان دا يرفع علم كردستان ووقع شهيد على مودها. طبعا الآن عم نقول لكم المسرحية بأكملها، وطبعا صورة الشهيد إبراهيم صباح الناصر على جثمان أو هذا الطالب اللي دا يمثل أنه وقع أو مات بسبب هذا العلم. نعم نعم مشاهدينا، المراسيم جارية حتى الآن. خليني استضيف الضيفة هيفاء صالح، طبعا من منظمة حماية العلم. طبعا أحب أحييكم على هذا العمل الجميل هون في شقلاوة، وأنه جلبتوا أطول علم في إقليم كردستان. حبذا لو تحكي لنا اليوم أكثر أو تخبرينا أو تتكلمي لنا معلومات تفاصيل أكثر عن هذا العلم. نعم، نحن كمؤسسة حماية علم كردستان مكتب أربيل هذا السنة وسنة العام عملنا مشاركات في هذا المدرسة، لأن هذا المدرسة مدرسة شهيد العلم. ولهذا احنا سوينا هالمراسيم في هذا المدرسة، و
كثير من النشاطات يكون موجود في أربيل، ونحن كمكتب أربيل نشارك مع كل اللي مسوي، نشارك معهم في مراسم علم كردستان. شكرا جزيلا هيفاء خان. الآن رح أنتقل لضيف آخر وهو أيضا عضو في مؤسسة حماية العمل العلم. معي الآن الأستاذ محمد زنقنا، عضو في مؤسسة حماية العلم. مرحبا أستاذ، كيف الحال؟ يا أهلا وسهلا، صباح الخير. بالبداية حبث لو تخبرني أكثر تفاصيل أيضا عن هاي المراسم اللي يوم تقام، وليش بالتحديد اخترتوا هاي المنطقة لكرمال تقيموا هاي المراسم بها؟ نعم، صباحكم خير. أجدد التعازي لعائلة الشهيد إبراهيم ناصر شهيد العلم. الأستاذ إبراهيم ناصر قبل عامين وهو يرتب علم كردستان تعرض لحادثة أودت بحياته، فاعتبر شهيدا للعلم. واليوم مع الاحتفال بذكرى يوم العلم والذي أقر في برلمان كردستان في 1999 كيوم 11/11/1999، أقر برلمان كردستان برفع العلم على مباني الأقليم الرسمية، وفي 2019 وبمبادرة من الأخ سفين دزي والذي كان وزيرا للتربية في ذلك الوقت، اتخذ يوم 17/12 كيوم لعلم كردستان، لأن في مثل هذا اليوم القاضي الشهيد قاضي محمد سلم العلم للبارزاني الخالد، فاعتبر يوما لعلم كردستان. اخترنا هذه المنطقة شقلاوة، أولا هي منطقة للنضال والتضحيات، هذه المدرسة سميت باسم الشهيد إبراهيم، وبالإضافة إلى ذلك المهم في ذلك أن تتشبع الأجيال الحالية والقادمة بالمعاني السامية لعلم كردستان، وأن تعرف معاني علم كردستان ومعاني رموزه. تكلمت لنا على معاني علم كردستان وألوانه، كيف تتكلم أكثر عن معاني الألوان للجيل القادم؟ كلنا نعرفها لكن أخبرنا من زمن جمهورية خويبون أو جمهورية أرارات والتي تأسست في عشرينيات القرن الماضي، هذا العلم بهذه الألوان موجود. الأحمر رمز الدم، دماء الشهداء. الأخضر طبيعة كردستان. الأبيض لون السلام. الأصفر هو الشمس، الشمس مستمدة من الشمس الزردشتية والتي اتخذت أيضا شعارا لصلاح الدين الأيوبي. يعني هذه هي رموز علم كردستان. هذا العلم تغير تباعا مرحلة بعد أخرى منذ أيام خويبون إلى دولة الشيخ محمود الحفيد مملكة جنوب كردستان إلى جمهورية كردستان في مهابات وصولا إلى هذا اليوم. الرموز كانت تتغير ولكن الألوان بقيت هي. أشكرك جزيل الشكر لك. شكرا. نعم مشاهدينا مستمرين وياكم بتغطية هاي المراسيم اليوم. نعم زفين، شكرا جزيلا لك. ومثل ما انت شفتي المراسيم اللي بشقلة، وعن جد كان مراسيم جدا مغري للمشاهدة. صحيح، وهسا احنا ننتقل للسليمانية، راح يكون ويانا شيارة محمد من السليمانية، وايضا هناك اكيد يحتفلون بهذه المناسبة الحلوة. صباح الخير شيارة، تفضل. صباح الخير شيار. صباح الخير هندرين، صباح الخير أجين، صباح الخير مشاهدي ومتابعي زاغروس، نسمات زاغروس أينما كنتم. طبعا يعني الأجواء اليوم كتير حلوة بمناسبة العلم الكردستاني. بداية أتقدم بالتهنئة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الكردستانيين، وأقولها بالكردي يادي صالي، يعني يادي آلي كردي بيروزا بوهمو كردستانية. كان أنا الآن في الفرع 21 للحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث يقوم اليوم يحتفل الحزب الديمقراطي الكردستاني بفرعي 21 وأيضا الرابع بذكرى العلم الكردستاني، هذا العلم الذي رفرف عاليا ودفع الكردستانيين الكثير والكثير من التضحيات والشهداء من أجل يبقى عاليا. لاختصار الوقت أذهب مباشرة إلى ضيفتي العزيزة وهي عرفة هذا الحفل سيدة شنو. مرحبا بك معنا في هذه الانضمامة. يعني أنتم كالحزب الديمقراطي الكردستاني بفرعين 24 ماذا تقومون اليوم من نشاطات بهذه المناسبة المباركة؟ طبعا صباح الخير. نحن الشعب الكردي عامة وشعب وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني خاصة، اليوم نحتفل بيوم عظيم جدا، يوم الذي حدده مجلس النواب الكردستاني. في كل سنة يحتفل الشعب الكردي في يوم 17/12 بيوم العلم الكردستان أو يوم الراية الكردستان. نحن نعلم أن علم الكردستان أو راية الكردستان يعني رمز لي
تحدي الشعب لنضال الشعب رمز القومية، ويوم الذي يحتفل الشعب لكي يتذكر دائما الدم الشهداء الذين شهدوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن العزيز. نحن كشعب الكردي العلم لدينا كرمز للقومية ورمز للنضال، وعامة العلم هو رمز التميز لجميع المنظمات، أما لشعبنا الكردي هو رمز النضال كما قلت سابقا، وهو رمز التحدي ورمز دم الشهداء. لذلك علينا جميعا نحن الأكراد عامة وخاصة أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أن نتوحد صفوفنا تحت هذا الراية العظيمة، لأننا أمام واقع جديد وأمام خيار جديد لازم نتحداه جميعا سوية تحت راية علم الكردستان. عاش الشعب، عاش القائد، عاش الشعب الكردستاني. طبعا أكيد عاش الشعب الكردستاني، لأنه شعب محب للحياة بهذا العلم بألوان الطبيعة، ألوان الربيع الأحمر والأبيض والأخضر والأصفر. طبعا يعني هندلين واجين هذه الأجواء، يعني مجموعة من الشباب أيضا يقومون بوصلة غنائية بمناسبة هذا العلم في دلالة وتجسيد لأهمية هذه المناسبة العزيزة على قلوب الكردستانيين أينما ما كانوا. اليوم يعني مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى رأسهم السيد علي حسين، يعني مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية وحلبشة والرابرين موجودين هنا. هناك جمع كبير وغفير من كافة فئات المجتمع الكردستاني، إضافة لذلك النساء هنا، ما يميز هذا الحفل والنساء الذين تزينا بزي الكردي التقليدي في دلالة على أهمية هذه المناسبة في حياة الشعب الكردستاني. دفع الكثير والكثير الشعب الكردستاني من أجل أن يرفع هذا العلم عاليا، وخاصة الشهداء الذين دافعوا عن أرض كردستان ودافعوا عن كرامة وعرض والوطن كردستان. هندرين واجي، نعم شيار، يعني اليوم لابسين الزي الكردي، شلون ما تقول حلاوة هذا اليوم بالزي الكردي. شكر جزيل لمراسلنا شيار محمد من السليمانية. نرجع لضيفنا الكريم دكتور رضا، شوية تحكي لنا عن حزب خويبون وشلون هذا الحزب يعني تأسس، وشلون صار هذا العلم علم كردستان خاص لهم همين بنفس الوقت. طبعا احنا نعرف بأن حزب الاستقلال أو منظمة الاستقلال اللي قبل، هم طبعا كل حركة سياسية عندما تنشأ لها هدف معين، وهاي الأهداف طازم يريد يحققها من خلال نضال معين، قد يكون نضال مسلح أو نضال سياسي أو نضال ثقافي، ومرات تحمل كل هذه الاجتهادات. أنا حتى يعني نفرق بين منظمة ومنظمة أخرى أو حزب آخر، تشوف الأحزاب لها أعلام يعني حتى المنظمات والكتائب وكذا، مرات الشركات عندها، مرات أشخاص يعني أو شركة معينة عندها علم معين، وهم يسموها لوجو لكن هو علم معين. إذن هذا الرمز هو كي يفصل نفسه عن الناس الآخرين أو الاتجاهات السياسية الأخرى. فهذه الفكرة موجودة منذ الأزل، يعني منذ أن تأسست الأفكار السياسية وخاصة الأفكار القومية. طبعا احنا نعرف تاريخ الشعوب كلها، إذا تشوفيها كلهم يحاولون أن يكون لهم رمز في هذه النضالات، وخاصة النضال التحرري. هسه تشوف الأحزاب الموجودة في العراق أو الأحزاب الكردية، حزب معين عنده علم معين وحزب ذاك عنده علم معين، لكن علم كردستان لا يشير إلى حزب معين، وإنما كل الأحزاب الموجودة في كردستان نقدر نقول يموع داخل هذا الرمز المقدس اللي هو يمثل الشعب الكردي والوطن كردستان. طبعا أنا أقول الوطن العلم لازم يحترم ولازم تحبه وتحترمه، ولأن ليش؟ شنو الهدف من هذا الشيء؟ أو ليش إحنا نحترمه؟ أو ليش نحبه؟ يحمل التاريخ، تاريخ شعب، وتاريخ شعب إذن تاريخك وتاريخ أبوك وجدك وأجدادك، تاريخ وطن، الوطن اللي هو أنت عشت عليه ولدت عليه، تاريخ لغة اللي أنت من ولادتك تحكي بيها، وتاريخ نضال أبنائك، أعمامك، خوالك،
أقرباء استشهدوا في سبيل هذا النضال. إذا هذا العلم يرمز إلى كل هذه الأمور، يرمز إلى تراثك، التراث اللي أنت جزء منه. على مود هذا أنت تشوف العالم بأنه لازم يحترم ولازم أن تكون يكون محبوب عندك. أنا ما أريد أقول يكون مقدس، لأن كلمة المقدس يمكن هناك اتجاهات دينية يفسرها بشكل آخر، فأنا ما أتدخل في هذا الموضوع، لكن لازم يحترم ولازم يكون محبوب. والألم هو مرات أغلى من الروح، وأكو أمثلة عليه كثيرة. يعني يا ما ناس، يا ما أبطال، يا ما شبابنا استشهدوا في سبيل أن يحافظ على علم كردستان. يعني الواحد لازم يفتخر بالعلم. يا ما ناس راحوا إلى أعواد المشانق ويهتفون بعلم كردستان. فإذا إحنا لازم يكون هذا قدام عيننا يعني. صح. هذا في في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. أكيد. جميل. أكيد أكيد دكتور مصطفى، نحن رح نروح ل نشوف فعالية لرفع أكبر علم في إقليم كردستان. نعم مشاهدينا الكرام، خليكم معنا حتى نشوف هذه الفعالية وبعدها نرجع. أكيد هندرين علم بها الطول والكبر، يعني راد لوقت حتى أنت تقدرين تخيطيه ويطلع بهذا الشكل الجميل. نرجع لضيفنا الدكتور مصطفى ويانا اليوم بنسمة زاغروز. يعني أريد أعرف رأيك أنت بالعلم، أنت ويا التصميم البسيط بالعلم ولا الهوسة؟ يعني أكو أعلام أنت تعرف عبالك لوحة تشكيلية حتى أنه صعب أنت تفك الرموز اللي بيها، بس أكو علم لا، مثلا لون لونين ثلاثة بالأكثر، أنت ويا أي نوع من الأعلام الموجودة؟ لا طبعا هذا الآراء الشخصية ما تغير شيء من قيمة العالم. بس لا، لا بساطة ولا يعني الخلط الموجود بالألوان وصور وكذا، هذا ما يغير من 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 قيمة العلم لدى الشعب المعين أو الوطن المعين. مثلا إذا أنت تشوفين العلم الروسي حاليا، يعني أنا أقول يمكن ما حد يقدر يصوره، يعني يرسمه يعني يرسمه بيده، حتى الرسام ما يقدر يرسمه. هذا مو معناته بأن هذا العلم ما مقدس يمهم لأن بيخبصه وهوسه، لا. إذا هو اللي 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 قام بديزاين هذا العلم أو قام بإعطاء فكرة لهذا العلم. طبعا العلم ما يمكن صنعه أو إنشاءه إلا أن تكون هناك، لازم تكون هناك فكرة معينة. وهاي الفكرة منو يقدمها؟ القيادات السياسية. القيادات السياسية سواء كانوا جروب أو منظمات أو أحزاب أو دولة. مثلا أنا أقول يعني دائما رؤساء الدول لهم في أول، مثلا العلم العراقي يعني كان به رأي من الدولة، يعني مو يجي ناس من برا وكذا ويجي، لا يمكن ياخذ آراءهم. ومرات انت مثلا تنطي فكره، منو الفنانين يجيبون يطوك التصميم حتى يكون هذا التصميم يوالم الفكره ويوالم هذا التاريخ ويوالم هذا النضال ويوالم الطبيعه. مثلا اكو مثلا تروح الى ماليزيا، ماليزيا ورده
تروح إلى لبنان شجرة، ليش؟ تروح إلى وطن آخر مثلا طير معين، هذا معالم بلاده، معالم ذلك الوطن. حتى أمريكا مثلا شجرة الكرز في لبنان شجرة مشهورة وماكو في دول العالم تقريبا، بس لبنان مشهور به. فهاي شجرة صار رمز، شجرة صارت رمز إلى 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 لبنان. مثلا ماليزيا هذا هاي الوردة ما موجودة في كل دول العالم، بس موجودة بين أي مكان تروح من ماليزيا موجود بهذه الوردة. فشو سووا؟ هاي الوردة يرمز ترمز إلى وطن معين وإلى نضال شعبه وإلى تاريخ شعب معين. فإذا سواء كان الألم صاخب أو بسيط أو ألوان كثيرة أو ألوان بسيطة أو لون واحد، مثلا العلم التركي لون واحد مثلا، والعلم الإيراني بأشكال وكذا وبكلمة الله والله واسم الله سبحانه وتعالى وأعلام أخرى، مثلا تشوف علم أمريكا مثلا هاي النجوم الكثيرة هاي كلها رمز إلى الولايات الموجودة هناك. والعلم العراقي نجمات كان الوحدة العراقية، وحدة الأمة العربية بعد أفكار جمال عبد الناصر، وحدة العراق ومصر وسوريا صار بيه ثلاث نجوم، بعدين زعلوا ويا سوريا شالوا نجم وصاروا اثنين، وبعدين صار بالأخير وفي البداية كانت نجمتين ترمز إلى شنو. هاي نجمتين ترمز إلى الدولة العراقية وإلى المملكة الأردنية الهاشمية، لأن كانوا ذاك الوقت نفس العائلة ونفس طيب تشابه الأعلام يعني ما يسبب مشاكل برأيك؟ يعني هناك شبه بين علم الكردستان وأيضا علم هندي. لا لا يعني شبه، شوفي مو 100% يعني، حتى الإنسان واحد أكو يشبه الثاني لكن مو 100%. إذا تشوفين الألوان مثلا الأحمر من بعيد أكيد رح يبين أنه خلي يبين من بعيد، بس ماكو يعني هسه إحنا خلي نشوف أجيب على شيء آخر. إحنا من نشوف الأفريقيين عبالنا كلهم يشبهون واحد ثاني يشبه الثاني، لكن هم من يشوفونا يقولوا أنتم كلكم تشبهون واحد يشبه الثاني، لكن إحنا نفرق بينات. لا لا أكو معالم خاصة بها، ماكو علمين يتطابقون 100% إلا إذا كانت هناك وحدة بيناتهم أو أكو تاريخ مشترك. بالضبط. مثلا علم مصر وعلم علم السوري والعلم العراقي كانوا متشابهة في فترة معينة، لأن أكو كانت وحدة عربية بيناتهم أو أكو فكرة للوحدة العربية. وإلا 100% لا ما كان. طبعا شالوا النجمه وصارت يعني كل شيء راح. بالضبط. طبعا كل سنه يعني يتم الاحتفال بهذا اليوم العظيم بالمؤسسات الحكوميه وايضا المدارس وكل الاماكن العامه، ونشوف رفع العلم الكردستاني مع اقامه عشرات الانشطه بكل مكان، حيث يعود تاريخ رفع علم كردستان الى ما قبل 77 سنه. نعم جيم، اكيد مشاهدينا الكرام راح نروح مباشره مع زميلتنا نجلاء سندي في زاخو. نعم نجلاء، صباح الخير نجلاء. صباح الخير نجلاء. نعم شكرا لك زميلتي. طبعا أتواجد أنا حاليا وسط مركز مدينة زاخو التي أقيمت فيها الاحتفالية الكبيرة اللي بمناسبة اليوم الوطني للعلم الكردستاني، وذلك بتنظيم من جروب علم كردستان في مدينة زاخو بالتنسيق مع فرع الثامن الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذه الاحتفالية التي حضرها العديد من المؤسسات الحكومية والحزبية والتربوية والجماهير مدينة زاخو لإحياء هذه المناسبة التي تعد مكانة مهمة للشعب الكردستاني. للحديث أكثر ستنضم معي الست فاطمة فكري مسؤولة اتحاد نساء كردستان للحديث عن هذا اليوم العظيم. اليوم يوم العالمي للعلم الكردستاني، نحن بدورنا نحيي هذا اليوم ونكون نرفع رايات التعز والاعتزاز لهذا اليوم. هذا اليوم كلش عزيز علينا لأنه جاء من الكثير من النضالات اللي كانت ساندت هذه الثورة حتى هاليوم يبقى العلم الكردستاني مرفوع. ودائما نحن بدورنا المرأة وكل الأقوام القوم الكردي هذا اليوم يشوفه يوم عزيز، يعني لأنه جاء من كثير تضحيات ضحت بها المرأة
الكردية عانت وساندت الثورة الكردية لتبقى اليوم هذا العلم. نحن نعيش بالحرية تحت راية هذا العلم الكردستاني. دائما نحن هذه الفعاليات نحن في المدارس حييناها في هذه الدورة البارزة راح نحييها لأننا هي رمز الأمة الكردية. شكرا لكم. شكرا جزيلا. طبعا كما تشاهدين زميلتي هذا اليوم هو اليوم الوطني للعلم الكردستاني الذي له مكانة كبيرة بالنسبة لأبناء الشعب الكردستاني. طبعا تم تحديد هذا اليوم يوم 17 ديسمبر يوما لإحياء هذا العلم الكردستاني في جميع المؤسسات الحكومية والحزبية والتربوية. طبعا تم رفع العلم الكردستاني لأول مرة عام 1945 من قبل قاضي محمد في كردستان مهاباد. يتكون هذا العلم من 3 ألوان، الأحمر يدل على تضحية شعب كردستان، والأبيض يدل على السلم والتعايش، أما الأخضر يدل على طبيعة كردستان، يتوسطه شمس صفراء يدل على الديانات القديمة الكردية المتواجدة في إقليم كردستان. طبعا بعد انتفاضة شعب كردستان عام 1991 تم رفع العلم كردستان في جميع المؤسسات الحزبية والمؤسسات العلمية. نعم زميلتي. نعم نجلاء، شكرا جزيلا لك. وأكيد مشاهدين الكرام رح نرجع نكفي حوارنا مع دكتور مصطفى. دكتور، دستوريا مو من حق الإقليم رفع علم كردستان من قبل المسؤولين في حال مشاركتهم في اجتماعات ومؤتمرات خارجية، يعني شلون حل الدستور العراقي هالمشكلة؟ طبعا حكومة إقليم كردستان وبرلمان إقليم كردستان حكومة دستورية، ولها حق بأن يقر بأن يكون لها علم. وهذا القرار قرار 8 رقم 48 في 19 من سنة 2019 6 2009 قرار صائب بأن يكون يوم يعني هذا اليوم 17-16 هو يوم العلم علم كردستان، لأن إقليم كردستان هو إقليم دستوري وقرر البرلمان تم إقراره في برلمان العراق. وهذا مثبت في الدستور العراقي، يعني هذا ما حد يقدر يقول لك. لكن احنا نعرف بأن الشعب الكردي إلى مع الأسف يعني دائر مدائرنا أعدائنا، ما أدري يعني هم شي يريدون من عندنا، ما أدري. يعني خلونا احنا نعيش، خلونا نعيش مثل احنا شعب. اولا احنا ما رحنا الى دولة جار بأن نسقط دولتهم، وما رحنا الى مركز بغداد الى بغداد او الى بصرة نقوم بمظاهرات او نجي نسقط الدولة العراقية في بغداد. بالعكس احنا مدينا يد التعاون والتحالف والأخوة، واحنا على طول يعني نريد السلام والامان. لان احنا عشنا الحرب وشفنا الحرب وشفنا الضيم، ونمد ايدنا. والشعب الكردي انا والحكومه الحكومات الكرديه المعاقبه اللي صارت خلال هالفتره يعني ما ديتها الى كل الدول الجوار والى العراق والى كل دول العالم. احنا نريد نعيش كشعب، احنا شعب. احنا اكثر من 30 مليون. وصار ليش قد صارنا مئات عشرات السنين مئات السنين نناضل من اجل يكون لنا حقوق. يعني ليش يعني شنو بينك كقوم كعربي وانا ككردي، كفارسي وانا كردي، وتركي وانا كردي، وعربي وانا كردي، وافريقي وانا كردي. طيب انا متى اريد اهضم حقك؟ بالعكس حقك مصان، كل الشعب عندها نضالاتها ومن حقها. فاذا احنا من حقنا نروح الى اي دوله. شوف العلم ايش قد يعني يرمز الى اي شيء. كل المؤتمرات من تحط علم معين معناه هذا البلد شارك فيها، لان يرمز الى البلد. بالضبط. فاحنا عندنا نروح الى مؤتمرات مفروض يعني يحطون علمنا، يعني من قلبت الدنيا يعني كلها ايش سوينا بالعالم. لذلك دكتور يعني نشوف الكثير من الاقاليم بالعالم، الاقاليم هذه ما تنرفع اعلامهم على مبنى الامم المتحده مثل ما تعرف. هالاقاليم الموجوده يعني شلون يقدرون يبنون قوه اقليميه حتى ينرفع اعلامهم مستقبلا؟ هاي مساله دستوريه سياسيه، مو انا اقول هيك يقدرون. هاي يظل على اتفاقات سياسية
بين المركز وبين الأقليم، وإحنا ما نريد نتخطى المركز وبعدين نروح نتفق ويا الدول حتى يحطونا على أملان، لا، لأن هذا راح يسوينا مشاكل ويا المركز. بس أنا أقول يا ريت أقلية المركز في كل الأدوار وفي كل في الأزمنة توصل إلى درجة بأن تعترف يعني بهذا الشيء، ويعرف بأن هذا يرمز إلى شعب، يعني أنت تريد تقلل من شأن قومية معينة في بلدك ولهم أقليم رسمي مثبت في الدستور العراقي ومقرر من قبل برلمان العراق والبرلمان الكردستاني، وهذا شعب قرره بالضبط. فيعني هاي العنصرية أو خلينا نقول العنصرية القومية أو المذهبية أو مرات يعني يدخل إلى عنصريات أخرى يخلي بأن يهضمون هضم يعني حق الشعب العراقي، هذا ظلم عليهم مو علينا يعني. هذا خطأ عليهم مو خطأ علينا. يعني مفروض يعني احنا نعيش في زمن في قرن كافي يعني، والله كافي. جيد. لأول مرة طبعاً. هاي مو مسألة افتراضية، هاي مسألة حقيقية. هاي مو مسألة خيالية، هاي مسألة واقعية موجودة دا تشوفها يعني قدام عينك، ليش تريد تهدمه؟ نعم. جيد. أنا في العراق، أنا كردي وعراقي، أنا ما أقول أنا عراقي كردي، أنا كردي عراقي. وإذا كلش تسوي يمكن أكون هات يقول لا والله أنا كردي بس حتى مو عراقي. جيد. ليش أنت تخلي واحد يقول هالشكل؟ طيب. تخلونا إحنا يعني نعيش كأخوة وانطونا حقوقنا، مو انطونا، أنتم مو تنطونا حقوقنا، إحنا نأخذ حقوقنا، بس أنتم اعترفوا بحقوقنا. يعني رفع العلم من أبسط الحقوق الموجودة بالأقاليم وبالدول. لأول مرة تم رفع علم كردستان وبشكل رسمي في 17 من الشهر الثاني عشر من سنة 1946 من قبل رئيس جمهورية كردستان القاضي محمد في مدينة مهابات في شرق كردستان، كان بحضور ما يقرب من 10,000 مواطن كردي في جميع أنحاء وأجزاء كردستان الأربعة. لكن بعد أقل من 11 شهرا وبالتخطيط من عداء الكرد أكيد، هزمت جمهورية كردستان وفي 17 من 12 من سنة 1946 ومن أجل حماية العلم من العداء تم تسليم العلم يدا بيد من قبل الزعيم القاضي محمد إلى الملا مصطفى البارزاني الخالد. نروح لدهوك وراح تكون ويانا مراسلتنا إيمان بنفس المناسبة، راح تكون ويانا أكيد. صباح الخير إيمان، تفضلي. مدينة دهوك تقام بعدة نشاطات وفعاليات بهذا اليوم، سواء كانت في المدارس أو المعاهد أو الجامعات أو حتى في الأماكن أو المناطق العامة الشعبية كالباركات والحدائق العامة. والآن نحن متواجدين في إحدى الجامعات في دهوك، معنا دكتورة آري، خلي تكلمنا عن هذا اليوم المميز ورسالتكم بهذا اليوم. أهنئكم دكتورة بهذا اليوم ورسالتكم لهذا اليوم. اليوم سعداء جدا بالمناسبة السنوية الوطنية القومية برفع العلم الكردستاني عاليا في السماء. هذا اليوم مميز جدا بالنسبة للكرد وللكردستانيين بشكل عام. أول مرة تقرر فيها رفع هذا العلم وتثبيت هذا العلم كان من قبل قاضي محمد في مهابات سنة 1946، وفي 2009 تقرر أنه يوم 17-12 يكون اليوم الوطني لرفع العلم الكردستاني. ونحن كجامعة دهوك التقنية كل سنة نحيي هذا اليوم ونتشرف برفع هذا العلم أساتذة وطلبة جميعا. شكرا جزيلا دكتورة. نعم مشاهدينا، كما ترون أن بهذا اليوم جميع الشعب الكردستاني والقومية الكردية بصورة عامة تحتفل بهذه المناسبة وبهذا اليوم، هو اليوم العلم الكردستاني. نعم. إيمان شكر جزيل إليك، كنت ويانا من دهوك. شكرا جزيلا إليك إيمان. نعم دكتور مصطفى، لو تكلمنا شوي عن ألوان العلم الكردستاني، ياريت لو تحدثنا عنه قلنا. طبعا أنا هسه أتطرق إلى الألوان، لكن إحنا كل مواطن شريف كردي أو كردستاني يعتز بهذا العلم. نعم. ولازم يعتبر بأن قرار مجلس رئاسة مجلس وزراء
في 19/6/2009 قرار صائب، وكان رقم القرار 48 بإقرار هذا اليوم بأن يكون يوم علم كردستان. طبعا اختيار الألوان يعني مو اعتباطية وإنما مدروسة يعني في الحقيقة، ومدروسة بشكل منتظم. طبعا احنا لازم نعرف بأن الألوان بالأساس هي ليست لها معاني وليس لها مدلولات معينة وليس لها قيم ثابتة يعني في الحقيقة في, 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 في الأساس يعني أي لون تشوفيه يعني ما تقدر تنطي قيمة أو معنى إلا في الموقع اللي أنت دا تشوفه. يعني اللون بشكل عام ما إلى هاي المعاني ولا إلى هاي القيم ولا إلى هاي خلينا نقول القدسية والخصوصية. لكن عندما تحط في مكان معين وتنطي قيمة وتنطي معنى راح يكون إلى هاي المعنى مثل ما قلت، ويكون إلى قيمة ويكون إلى يحمل إحساس. فاللون الأحمر قد ما يكون طبعا في الفوق يعني اللون الأول اللي يختاره للعلم، طبعا هذا يرمز إلى تاريخ النضال الشعب الكردي. والنضال شنو يعني؟ لون الدم هو أحمر، يا مناس استشهدوا في طريق الحرية وفي طريق الاستقلال وفي طريق تحقيق الأمنيات الشعب الكردي. فإذا هذا يرمز لهم. فإذا احنا عندما نجي نشوف إلى هذا العلم، هذا اللون يذكرنا بأبنائنا وأبطالنا والبيشمرق البواسل اللي دافعوا عن هذا الأرض وعن هذا الشعب، هذا احنا رأسا نذكرهم، فهم موجودين هنا، هاي رمز لهم. عندما نجي نشوف اللون الأبيض، فإحنا نقول كل العالم ها إيدنا، إحنا إيدنا بيضاء وقلوبنا بيضاء وأفكارنا بيضاء، السلام، وإحنا نحب السلام، وإحنا نحب أن نكون يعني متفقين معاكم وأن نخطو خطوات مشتركة للتقدم وللاحتفاظ السلام في العالم وفي المنطقة وفي بلدنا وفي إقليمنا وفي كردستاننا. فهذا يرمز إلى رمز السلام ورمز الأخاء والمحبة ومد يد التعاون وقلوب صافية وأفكار صافية وأيادي نظيفة. نجي إلى لون الأخضر. هاي اللون الأخضر طبعا احنا على طول نقول طبيعة كردستان، هاي صحيح، بس هاي رمز التجدد. يعني احنا ما واقفين في مكان معين، الشعب الكردي ما يوقف في مكان معين، احنا على طول ربيع، احنا على طول ننطي زهور، ننطي تجدد للحياة وتجدد للأفكار وتجدد لنوع العلاقات الإنسانية الصميمية المتقدمة اللي تمشي مع الواقع الحياة الجديدة. هاي يرمز لنا. واللون هاي الشمس الموجود داخل الأبيض طبعا هذا يرمز إلى يعني إلى الشمس، والشمس هو الرمز لزرادشت. لأول يعني طبعا زرادشت احنا هنا ما يرمز للدين، لا ما يرمز إلى الدين الزرادشتية، لا يرمز إلى بأن الشمس معطاة، بأن الشمس يعطي ولا يريد منك شيء، بأن الشمس هو اللون الذي يعني يعطي إشراقة وينطي الوضوء ويخلي أنت تشوف تشوف الدنيا، تعرف الخطر وتعرف يعني تشوف الأخطار المحدقة بيك. فإذا الضوء والإشراقة ولون الشمس هو الإضاءة الفكرية والإضاءة لتجدد أنت شلون تشوف الدنيا. الواحد وعشرين الموجودة بي يعني هاي الأشعة الموجودة بها، طبعا عند أي واحد حتى إذا تنطي طفل يرسم لك شمس يسوي له أشعة هالشكل، شنو يا هاي الإشعاع. فهذا رمز إلى نوروز يعني 21 شهر الثالث جديد 21. طبعا كل شيء مدروس بي. طيب دكتور الوقت يداهمنا، بس اكو سؤال مهم ما اريد انساحته اسالك يا، بس اريد منك جواب مختصر كلش. يعني الجيل القديم يعرف شنو معنى العلم الكردستاني ويعتز به ويفتخر به، لكن اذا نحكي على الجيل الجديد احنا شلون نقنع الجيل الجديد انه لازم هو همنا يفتخر مثل الجيل القديم بالعلم الكردستاني ويعتز به؟ احنا عندنا وسائل متعدده. اول شيء
إذا قدرنا أن نحبب العلم يم يم الناس يم الأطفال بأن نخلق يمه الانتماء للوطن. اللي ما ينتمي للوطن ما يحب الوطن ويستنكر ويقول طبعا شنو نظامنا شنو هذا وكذا وفوضى وما أدري شنو، يجيب أمور 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 أمور، يخلق أمور طبعا ما يحترم العلم مالته وما يعتبره بأنه يرمز إله. احنا شلون نغرس حب العلم؟ نغرسه بحب الانتماء للوطن. قد ما يحب الوطن وهذا يرمس الى وطنه، ونحبب الانتماء الى شعبه. من يحب شعبه يحب العلم اللي يرمس الى شعبه، وهذا عن طريق قنوات كثيره. اولا الطريق الاول وهي المدارس. انا ما اريد ان تكون المدارس مدارس سياسيه، لا، وما تكون المدارس مدارس قوميه صرفه بحيث تحمل افكار مثلا عنصريه، لا، لكن انت تجي تعرفه باهله، تعرفه بابوه بامه بجده، تعرفه بمحيطه. فانا ماكو واحد ما يحب امه الا اذا كان ما ادري يعني ما شيء زين. اذا انت ما تحب امك تحب لغه مالته ولغه الام، اذا انا احب الوطن اللي عاش عليه امه، اللي انطاني حليب من هذا الوطن. وشنو يرمز الى امي خارج الوطن؟ هو هذا العلم. نعم، فاحب العلم اكيد. المدرسه، الروضه، الجامعه، القنوات، الاعلام، بس مو انا اجي افرض على الناس بان يحب هذا العلم، لا، انا اخلي هو يحب العلم. جيد الاستاذ، اخلي هو يحب العلم. نعم، وانتم شوفوا الاطفال، ثقوا بالله العظيم، قبل الطفل ممكن تقول له بالمدرسة ارسم، كان رأسا يرسم لك جبل وطيارة فوقه وقنابل وطلقات وهذا. ليش؟ لأن احنا عشنا في زمن لأن كل الناس أعدائنا، يقصفونا يقتلونا، هذا انغرس في عقل الطالب حتى الطفل. لا، احنا خلينا نغرس في عقل أطفالنا بيحب هذا الوطن، ما يحب حزب معين، لا، يعني يجوز أنا عندي انتماء إلى حزب معين أو أحب حزب معين لكن ما أكره حزب الثاني، لا، عندي ملاحظات عليه، لكن مع الأسف ما تكون هناك دكتور مصطفى تصادمات كثير لأن الوقت صار عم يداهمنا صراحة، كنا حابين نكمل معك هذا الموضوع. شكراً جزيلا. شكراً جزيلا لك دكتور مصطفى زنقنا، كاتب وأستاذ جامعي، على حضورك اليوم بهذه المناسبة العظيمة. شكراً جزيلا، شكراً للبرنامج، شكراً للمشاهدين اللي شغلهم طبعا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، ولأجل تقديم هذا اليوم كيوم رسمي حدد برلمان كردستان تاريخ 17 كانون الأول من كل عام كيوم رفع علم كردستان، وأيضا يوم الأم في كردستان بقرار رقم 48 في اتفاقية عام 2004 19 شهر السادس في عام 1999، وبقرار من برلمان كردستان اعتبر هذا العلم كعلم رسمي يمثل اقليم كردستان. واكيد مشاهدينا الكرام نحن رح ننتقل لصوران مع زميلنا ريبر عبد الغفار. نعم، صباح الخير ريبر. صباح الخير ريبر. نعم اجي. نعم هندرين، صباح الخير. بمناسبه يوم العلم الكردستاني اهنئ الشعب الكردستاني في جميع الانحاء المعموره. سنويا في هذا التاريخ يحتفل الشعب الكردستاني بمناسبة يوم العلم الكردستاني، وتقام عدة نشاطات بهذه المناسبة في المدارس والجامعات وكذلك الدوائر الحكومية، والجميع يتزين بالزي الكردي احتفاء بهذا اليوم. أنا أتواجد اليوم بما أن اليوم هو يوم العلم الكردستاني في إحدى المدارس في مركز قضاء سوران، حيث نظمت المديرية العامة لتربية سوران نشاطا كبيرا هنا احتفاء وإحياء ليوم العلم الكردستاني. اجتمع الطلبة، طلبت هذه المدرسة وكذلك المعلمين وكذلك المسؤولين الإداريين ومدير عام تربية سوران، الجميع متواجد هنا لرفع علم كردستان والاحتفاء بهذا اليوم. تزين معظم الطلبة والمعلمين بالزي الكردي، ورفعت أعلام كثيرة، أعلام كردستان في هذا المكان في هذه المدرسة، وتم رفع
علم كبير، وهناك نشاطات أخرى احتفاء واحتفالا بهذا اليوم في هذا المكان، كما توجد نشاطات أخرى في إدارة السودان المستقلة في قضاء رواندس، في قضاء ميرغسور، وكذلك في قضاء سومان وأماكن أخرى في هذه المنطقة. تقام عدة نشاطات متنوعة، فيها نشاطات موسيقية، نشاطات فنية للاحتفال بيوم العلم الكردستاني، وأصبحت هذه الحالة حالة معهودة في إقليم كردستان، تكررت بكل عام. المواطنون في جميع أماكن إقليم كردستان يحتفلون بهذا اليوم. كما ترون الآن في هذه المدرسة في مركز قضاء سوران، تزين الطلاب والمعلمين بالزي الكردي ورفعوا أعلام كردستان للاحتفال بهذا اليوم الكبير. العلم الكردستاني ضحى من أجل أن يرفرف في سماء كردستان الآلاف من الشهداء، وحتى وصل إلى هذا اليوم ورفع في سماء كردستان بحرية. لذلك يحتفل المواطنون في إقليم كردستان سنويا بهذا اليوم لإحياء ليوم العلم الكردستاني. نعم، فشكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير. نعم، جينا بما نحن وصلنا لنهاية فقراتنا لليوم من أربيل العاصمة بمناسبة عظيمة مثل هذا اليوم العالم الكردستاني، وأكيد منحب نعايد كل كردي وأيضا من أربع أجزاء كردستان بهذه المناسبة العظيمة. ومثل ما انت بتعرفي العالم الكردستاني ليس عالم فقط، وإنما يرمز كتير أشياء من أجل الأكراد، وطبعا هذا اليوم مناسبة عظيمة. وبالنهاية هندرين سربرزين بكردبون من سربرزين بخاكي بابو بابيران من هربرزو شكاوبت الله كمان الله كردستان. إلى اللقاء. إلى اللقاء.